معايا حباية كبيرة من البطاطس المسلوقة، طبعا سخنة جدا، ههرسها. ممكن طبعا الكمية حسب ما احنا حابين، دي تقريبا ربع كيلو من البطاطس. دلوقتي بعد ما هرست البطاطس، معلقة من الدقيق، معلقة من النشا. معايا هنا بهارات، بهارات عبارة عن ايه؟ عن ملح، ملح وفلفل اسود وكمون وبهارات جبنة وبهارات بطاطس. طبعا البهارات اللي احنا بنحبها هنحطها، ما عنديش اي مشكلة خالص. وعندي كمان نص كوباية من الخضار بتاع المحشي، شبت بقدونس، كزبرة، واللي احنا حابينه ممكن نحطه. نص كوباية من الجبنة، واي نوع جبنة احنا بنحبه برضو. اخر حاجة معايا بيضاية. هخلط بقى كل المكونات دي كويس جدا 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 مع بعضها، وهرسها كويس جدا جدا، شوية حلوين كده علشان كل المكونات تدخل مع بعض. دلوقتي هرست البطاطس بكل المكونات كويس جدا لحد ما بقت ناعمة معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. دلوقتي انا هعمل في جهاز الوافل، ممكن نعمل في اي حاجة تانية غير الجهاز الوافل، ممكن نعمل في الطاسة على النار، مش مشكلة خالص. انا بس كنت عايزة اعمل شكل. هوزع رشة، رشة من الزيت، اوزع الزيت كويس جدا بالشكل ده، وكمان الضهر. دلوقتي بمقدار المعلقة هحط كده الوافل بتاعي بالشكل ده كده، وهقفل عليه. دلوقتي بقى الوافل بتاعتنا، وافل البطاطس طبعا، يعني بقت جاهزة. بنروحها كده نسلكها، سلكتها بنروحها لحد ما طلعت معايا بالشكل ده كده. نشوفها بقى من الجنب التاني، محمرة جدا، القرمشة وطعم الجبن والخضار، او الجبنة والخضار والبطاطس والتوابل، طعمها وهمي. كل مرة نحط فيها لازم ندهن دهنة من الزيت، سواء كان على جهاز الوافل او على الطاسة. كمان مرة بالشكل ده كده لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. البوابل بتاعتنا بتاخد تقريبا دقيقتين، من دقيقتين لثلاث دقايق كده. بقى اخر صفقة وافل معانا، كل ما نضغطش عليها الجهاز او الوش بتاع الجهاز هتطلع معانا بطريقة اسهل، زي ما احنا شايفين كده متحمرة من فوق ومن تحت، طعمها وريحتها خطيرة. وصفة سهلة الولاد هتبسطوا بيها جدا، متاخدش اي وقت. كده الفطاير بتاعتنا بقت جاهزة معانا، فطاير بطاطس سهلة لذيذة، طعمها تحفة جدا. شايفين بقى بجد طعمها وهمي، قد ايه مفرغة من جوه وكمان طرية. حلوة جدا، فطار، سناك، عشاء، اي حاجة احنا بنحبها. يارب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفة تعجبه يسيب لي رأيه في كومنت، او لأول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك. سلام.